طيب يا شباب، الانترودكشن بتاعت السكشن دي هتبقى مركزة على موضوع الفريكونسي ريسبونس. في السكشن اللي فات لما اتكلمنا عن التايم ريسبونس، كان هدفنا ان في فانكشنز معينة او انبوتس معينة، زي مثلا اليونت ستيب، زي الديراك فانكشن اللي هي الامبلس، زي الرامب، فانكشنز من هذا القبيل بتخش على السيستم بتاعنا، وبدرس الاوتبوت بتاع السيستم بيبقى شكله عامل ازاي بيزد على الانبوتس دي. في الجزء بتاع الفريكونسي ريسبونس، انا مهتم ان انا بدخل بيريودك سيجنال على السيستم بتاعي. فالسيجنالز اللي احنا كنا بندخلها قبل كده دي مش بيريودك. في الجزء بتاع الفريكونسي انا بدخل سيجنال بيريودك، ومعنى ان هي بيريودك ان هي سيجنال بتتكرر كل بيريود اوف تايم، يعني ليها فريكونسي معينه. السيجنالز اللي كنا بندخلها قبل كده في التايم دومين ما كانش ليها فريكونسي. اوكي، ده اول اختلاف ما بين الفريكونسي والتايم ريسبونس. تاني حاجه، البريودك سيجنالز اللي انا بدخلها دي بيبقى شكلها عامل ازاي. هي ممكن تاخد اي شكل، اي سيجنال بريودك ممكن تخش عليا، زي مثلا ايه، زي مثلا بلس، زي الساين مثلا. الساين طبعا هي اشهر حاجه. طيب لما جم يقولوا هنتعامل ازاي مع البريودك سيجنالز اللي داخله على السيستم دي، ادرس الاوتبوت هيطلع ازاي، يعني هيطلع عامل ازاي عن طريق ايه. فاول حاجه قالوها، جه عالم اسمه فوريير، ده ماثماتيشن، قال ايه؟ قال ان اي بريودك سيجنال في الوجود هي عباره عن summation of sines and cosines. يعني اي بريودك سيجنال، سواء البلس دي، سواء triangular waveform، وات ايفر السيجنال اللي عندك، ما دام هي بيريودك اقدر احولها لسامز اوف ساينوسويدز، اللي هو ساينز وكوساينز. اذا فالسيجنالز البيريودك عامه اتحول موضوع دراستها، لان انا بدرس ان انا بدخل ساين ويف او ساين سيجنال او ساينوسويد، وات ايفر التسميه يعني، على السيستم بتاعي اللي هو جي اوف اس. اوكي، وبشوف الاوتبوت هيطلع شكله عامل ازاي. اوكي، فلما درسوا لقوا ان الاوتبوت بيطلع برضه ساينوسويد، يعني لو الانبوت ساينوسويد هيطلع الاوتبوت ساينوسويد. طيب الساينوسويد ده ايه الفرق ما بين الانبوت وما بين الاوتبوت؟ هل الانبوت هو نفس الاوتبوت؟ اكيد لا. فقال لك ان انت الساينوسويد فيه، او الساين ويف او الكوساين ويف، فيه ثلاثه بارامترز معينه بيديفاينوا السيجنال دي. اول بارامتر اللي هو الفريكونسي، ده اتكلمنا فيه قبل كده. تاني بارامتر اللي هو الامبليتيود بتاعي عامل قد ايه، الامبليتيود. تالت حاجه الفيز، في فيز شيفت ما بين الانبوت والاوتبوت. تمام، طيب اهتمينا بما اننا يعني مهتمين بدراسه الساينوسويد ده، فالثلاثه بارامترز دول هم اللي هيفرقوا معانا في الدراسه، لان هو اي سيجنال ساينوسويد، ما دام الانبوت ساينوسويد والاوتبوت ساينوسويد، يبقى اللي انا هدرسه على الامبليتيود فريكونسي فيز. فلقوا ان الفريكونسي بتاعت الانبوت هي نفسها الفريكونسي بتاعت الاوتبوت، ودي الحاجه الوحيده اللي شبه بعض ما بين الانبوت والاوتبوت. لما دخلت لفريكونسي معينه، الاوتبوت هيبقى ليه فريكونسي معينه. بس لقوا ان الامبليتيود والفيز هما اللي بيتغيروا على حسب السيستم بتاعي الترانسفير فانكشن بتاعته عامله ازاي، وعلى حسب الفريكونسي بتاعت الانبوت سيجنال كمان داخله عامله ازاي. تمام، لما في معمل الفيزياء مثلا في اعدادي، او في ماده كهرباء، او في ماده الالكترونكس، كنت مثلا بتدخل اي سي سيجنال على سيركت، وتشوف الاوتبوت على الاسلسكوب، تفوجئ ان في فيز شيفت ما بين الانبوت والاوتبوت، وان مثلا الاوتبوت طلع امبليفايد عن الانبوت، فالامبليتيود اختلف والفيز اختلفت. اوكي، تعال ندرس بقى الكلام ده جه من ايه بقى حسابيا بقى. فجه واحد اسمه بودي قال لك ايه، انا عايز ارسم جراف يعمل لي، او الجراف ده هيبقى عباره عن علاقه ما بين الفريكونسي وما بين الامبليتيود والفيز. يعني الامبليتيود والفيز لسيستم معين، سيستم معين انا بدرسه ركزت عليه، عايز ارسم علاقه ما بين الفريكونسي بتاعت الانبوت سيجنال اللي داخلاله والامبليتيود اللي هيطلع او الفيز اللي هتطلع. اوكي، فقال لك الاتي، انا هعمل حاجه اسمها، سميها بودي بلوت. كانت فكرته في الاصل اللي هو ايه، اروح اعمل علاقه ما بين الفريكونسي بتاعت الانبوت سيجنال اللي داخله والامبليتيود هيطلع عامل ازاي، الامبليتيود بتاع الاوتبوت طبعا. اوكي، نفس الكلام بالنسبه للفيز.
مثلا دي الفاي اللي هي الفيز ودي الفريكونسي. فاول حاجه قالها بودي انا مش هستعمل فريكونسي، انا هستعمل انجلر فيلوسيتي او الانجلر سبيد اللي هي اوميجا. مش معنى هما الاثنين نفس الحاجه، بس الاوميجا تساوي 2 باي اف، يعني هخلي دي اوميجا وهخلي دي اوميجا. واحنا عارفين ان الساين ويف اللي داخله بتبقى عباره عن امبليتيود اللي هو كي مثلا مضروب في ساين او كوساين، يعني هو الساين كده كده عباره عن كوساين متشفته والعكس. فقال لك ان هي مثلا كي ساين 2 باي اف تي اللي هي برضو ايكويفالنت ل اوميجا تي بلس فاي اللي هي الفيز. فدي الفورمات بتاعت الساينوسويد ان جنرال. تمام. طيب كده انا عايز اعمل علاقه ما بين الامبليتيود والاوميجا والفاي والاوميجا. قال لك معلش الامبليتيود ده بدل ما احنا بنقول كلمه امبليتيود هنقول كلمه جين. ايه كلمه جين دي؟ معناها ايه؟ جين دي عباره عن الريليشن ما بين الاوتبوت والانبوت، يعني الاوتبوت قد ايه من الانبوت. الامبليتيود بتاع الاوتبوت مقسوم على الامبليتيود بتاع الانبوت، كل ده نفس التسميه. اوكي تمام. جي بودي قال لك الاوميجا او السبيد او الانجلر سبيد او الفريكوانسي، يعني عامه احنا بنتكلم في فريكوانسيز بتوصل، احنا بنسمع يعني عن فريكوانسيز بتوصل لايه 20 ميجا هرتز، مش عارف 16 ميجا هرتز. مثلا المايكرو كنترولر مثلا وليكن الاردوينو مثلا الكلوك بتاعته 16 ميجا هرتز او الكريستال بتاعته 16 ميجا هرتز، ففي سيجنالز فعلا الماجنتيودز بتاعتها ضخمه جدا. فازاي انا هرسم اكسس من 0 ل 10 باور 9 او 10 باور 6 او الحاجات دي؟ فانا هحتاج كده ورقه رسم بياني قد الحيطه. فقال لك ايه؟ قال لك انا همشي بسكيل مختلف، بدل ما احنا ماشيين 1 2 3 مثلا، يعني قال لك انا همشي 10 باور 1 10 باور 2 10 باور 3. فتحول السكيل لحاجه اسمها لوج سكيل. ايه اللوج سكيل ده؟ لوج سكيل ده يعني بضرب كل فاليو عن اللي قبليها في 10، فده معنى كلمه لوج سكيل. اوكي فاللوج سكيل هدفه هنا ان هو يكمبرس الدنيا شويه، لان التغييرات ما بتحصلش ما بين فريكوانسيز قريبه من بعض. يعني مثلا ايه؟ لما الفريكوانسي تبقى 10 ميجا، لما ازود واحد 10 ميجا واحد، الواحد ده مش هيعمل فرق كبير. لازم علشان احس بفرق لازم اجامب من 10 ميجا، من مثلا 10 ميجا ل 100 ميجا فجاه علشان ابتدي اشوف الفرق بعناية. اوكي فعلشان كده قال لك انا هعمل الانجلر سبيد اكسس هعمله باللوج سكيل. تاني حاجه بودي قال لك ايه في الماجنتيود؟ معلش انا بدل ما اكتب جي هكتب 20 لوج جي. ليه بقى 20 لوج جي؟ اللوج ليه بروبرتيز ظريفه جدا. اللوج بيحول المالتيبليكيشن لبلس. لو انا مثلا عندي لوج اي بي ممكن احولها لوج اي بلس بي مثلا، نفس الكلام اي على بي هتتحول لاي ماينس بي، لوج اي بلس لوج بي. البروبرتي دي لما هنشوف قدام هنلاقي ان هي بتسهل لنا الرسم بطريقه عظيمه جدا، لان الترانسفير فانكشنز عباره عن حاجات مضروبه في بعضها. فانا لو عندي ترانسفير فانكشن مدعلصه وعايز اجيب الجين بتاعها، ما هو الجين اللي هو جي ده ما هو اصلا ترانسفير فانكشن في حد ذاتها معبره عن الجين بس في اللابلاس دومين. انت بتتكلم على اوتبوت في اللابلاس دومين، على انبوت في اللابلاس دومين. فلو جبت الماجنتيود بتاع الجي اوف اس ده كماجنتيود يبقى انا كده بتكلم في الجي اللي انا بتكلم فيها دي دلوقتي. فانت عندك لو انت الدنيا عندك عباره عن ترانسفير فانكشنز مضروبه في بعض او ترانسفير فانكشن مجعلصه، ممكن لو عرفت افكها لترانسفير فانكشنز معروف مضروبه في بعض واستعملت الموضوع بتاع اللوج ده، فهتلاقي ان العمليات بتاعت الضرب قلبت عمليات جمع، فالدنيا هتبقى سهله. اوكي يعني شوف يعني الكلام ده قدام شويه بطريقه يعني اوضح. 20 لوج جي ده الفاليو بتاع او اليونت بتاعت الاكسس ده اللي هو الاكسس بتاع الجين سماها ديسيبل. اوكي وده فانسي نيم يعني
هو الفكرة كلها ان هو لعب في السكيل، يعني هو شبه ورقة الرسم البيانية العادية اللي احنا بنستعملها، بس هو لعب في الاكس اكسس خلاه لوج سكيل، ولعب في الواي اكسس خلاه ايه، بدل ما هو جي صريحة خلاها 20 لوج جي. كيف دي كل الحكاية. وسمى اليونت بتاعت الاكس اكسس او اليونت بتاعت الاوميجا اكسس سماها ديكيد، اسم منطقي يعني، ديكيد يعني 10 سنين يعني بالانجلش، هنا بتريفير ل10 قد حصل ضرب يعني، او كمعامل ضرب، لان الديكا في الجريك لانجويج هي العشرة يعني. اوكي، فبس فيبقى السلوب بتاع اللاين اللي بيترسم هنا، وليكن مثلا كده بنقول ان هو يعني السلوب اليونت بتاعته ديسيبل بير ديكيد، يعني اليونت بتاعت الواي اكسس على اليونت بتاعت الاكس اكسس، وده منطقي جدا. اوكي، الفاي ما عملش فيها تغيير، يعني هي الفاي هيرسمها versus الأوميجا عادي جدا زي ما احنا متعودين. اوكي، فدي كانت فكرته. فبودي ابتدى يمسك الفانكشنز البسيطة، أو يمسك الترانسفير فانكشنز البسيطة خالص، ويبتدي يطبق عليها أفكاره دي. يقول لك أنا هشوف، هدخل periodic signal أو هدخل sinusoid على سيستم معين. السيستم ده مثلا وليكن الترانسفير فانكشن بتاعته، جرب أول حاجة مثلا جي أوف إس تساوي كي، يعني ترانسفير فانكشن تساوي كونستنت. تمام، فالراجل قال لك ايه؟ قال لك البلس دومين والكومبلكس دومين ولا ادعم او قرايب، لان انت لو الاس دي بدلت مكانها جي اوميجا، خلاص بقيت اتنقلت من لابلاس دومين للكومبلكس دومين بكل سهوله، شيل كل اس وحط مكانها جي اوميجا. بالمناسبه كده معلومه اون سايد، يعني لابلاس كان ابن اخته في كان فورير، يا فورير يا اويلر مش فاكر، اللي هو اشتغل يعني في شغل الفريكوانسي دومين او شغل الكومبلكس دومين، لان اويلر وفورير الاثنين اشتغلوا في الموضوع ده، فانا مش فاكر بصراحه، بس هما كان تربطهم صله قرابه فعلا، واحد كمل على شغل التاني، كان مش فاكر مين ابن خالة مين يعني، وات ايفر يعني، بس هما كانوا قرايب فعلا وشغلهم قريب جدا من بعض، فهتلاقي الكومبلكس دومين قريب جدا من اللابلاس دومين، لان هو كان موضوع بحثي واحد يعني. اوكي، من غير ما نخش في ديتيلز الماث وده جاي منين، هنعرف ان احنا علشان نحول من لابلاس دومين للكومبلكس دومين هنشيل الاس، او نشيل كل اس ونحط مكانها جي اوميجا، خلاص يبقى الموضوع هنا تحول، الترانسفير فانكشن اتحولت في الكومبلكس دومين بقت جي جي اوميجا تساوي كي. حلو جدا، قال لك تمام، تعال نطبق البودي بلوت كونسبت. هو قال لك ايه؟ انا هعمل هنا الاكسس ده بيعبر عن 20 لوج الجين، الاكسس ده بيعبر عن الاوميجا. اوكي، خلي بالك ان الجين هنا بقى فانكشن اوف اوميجا، يعني هي بقت جي جي اوميجا. اوكي، طيب هنا مثلا 20 لوج جي، تعال نطبق الكلام. الجي جي اوميجا عايزين نجيب الجي، الجي دي اللي هي الماجنتيود بتاع الكومبلكس نمبر. عارفين من زمان ان الماجنتيود بتاع الكومبلكس نمبر من الرياضه روت الريل سكوير زائد الايماجينري سكوير، هنا الايماجينري بزيرو مفيش غير ريل عندي، فهيبقى روت كي سكوير اللي هو هيبقى كي، يبقى الماجنتيود عندي كي. اوكي، والماجنتيود، هل الماجنتيود هنا ديبندنت على الاوميجا؟ انا مش شايف اي اوميجا هنا في الاكسبريشن، فمعنى كده ان الماجنتيود كونستانت 20 لوج كي، هي كونستانت، بس انا الخط عمال عشان مش مالك القلم قوي. طيب فدي المفروض 20 لوج كي، تمام، يبقى ده الماجنتيود بكل بساطة 20 لوج كي، اندبندنت من اوميجا فكونستنت. اوكي، لو الكي تساوي 1 ف20 لوج 1 بزيرو، كنت هتلاقي الخط مثلا بيمر بهنا، لو اكبر من الواحد هتلاقي الخط فوق الاوميجا اكسس، لو اقل من الواحد هتلاقي الخط فوق سوري تحت الاوميجا اكسس، ده منطقي جدا يعني. طب بالنسبة للفيز، الفيز في الكومبلكس نمبر كانت تساوي كام؟ الفيس في الكومبلكس نمبر عبارة عن تان ماينس 1 الايماجيني على الريل، الايماجيني هنا بزيرو على الريل بكي، يبقى زيرو على كي، يبقى تان ماينس 1 زيرو هيساوي كام؟ زيرو. يبقى الانجل هنا او الفيس شيفت يساوي زيرو لكل الاوميجاس. طيب الكلام ده منطقي ليه؟
الكلام ده منطقي لان الترانسفير فانكشن هنا عباره عن زي مثلا ايه، كانك بتقول ان العلاقه ما بين الانبوت والاوتبوت هي عباره عن كونستنت بيتضرب في الانبوت، كانك بتعمل امبليفيكيشن للانبوت وامبليفيكيشن كونستنت، زي السيركتس اللي بتعمل امبليفيكيشن مثلا الانبوت سيجنال بتطلعها امبليفايد. اوكي، فالبيور امبليفاير ده بيعمل ايه؟ بيعمل جين، الجين ده القيمه بتاعته كي، يعني الاوتبوت الامبليتيود بتاع الاوتبوت ساين ويف هيبقى مضروب في كي عن الانبوت. يعني لو الكي بواحد، سوري، لو الانبوت الامبليتيود بتاعه واحد يبقى الاوتبوت الامبليتيود بتاعه كي، الانبوت باثنين هتلاقي الامبليتيود بتاع الاوتبوت 2 كي، وهكذا. اوكي، الفريكونسي طبعا هي ده باي ديفولت. الفيس شيفت هيبقى بكام؟ قال لك الفيس شيفت هيبقى بزيرو، يبقى البيور امبليفاير هتلاقي ان مفيش فيس شيفت، وده كلام منطقي جدا وممكن نلاقيه في بعض السيركتس. تمام، طيب لو جينا مثلا هاندل ترانسفير فانكشن تانية، وليكن مثلا ترانسفير فانكشن دي عبارة عن انتجريتور مثلا لأحد الفانكشنز البسيطة، مثلا الجي اوف اس واحد على اس. وحاجة برضو مهمة نلاحظها أو حاجة مهمة ناخد بالنا منها، إن جي اوف اس دي اسمها open loop transfer function، لازم علشان أتعامل مع السيستم بجيب ال open loop transfer function. يعني إيه open loop transfer function؟ يعني من الآخر transfer function عبارة عن input داخل و output خارج. جي اوف اس دي open loop، يعني مش معلهاش feedback، معلهاش أي حاجة، يعني هي كده transfer function صريحة، داخل input طلع output. تمام، طيب لو في closed loop system وعايز اطبق عليه، ما هو في النهايه انا بدخل، ممكن ادخل عليه ساين ويف وعايز اشوف الاوتبوت بتاعه هيطلع منه ازاي، فده مش اوبن لوب، ازاي اشتغل عليه؟ هتستعمل البلوك ريدكشن ميثودز اللي انتوا خدتوها قبل كده في السكشن اللي فاتت علشان تحول الكلوز لوب سيستم تعمل له ريدكشن لبلوك واحد، فهيقلب ايفنتشولي كانه ايه؟ اوبن لوب. يعني مثلا لو عندي مثلا سيستم مثلا وليكن دي جي اوف اس مثلا، ده بلانت مثلا، والبلانت ده بيطلع اوتبوت معين بيمر فيدباك كده، وفي هنا مثلا ايرور بيطلع مثلا، وفي هنا كنترولر، ونخلي كنترولر معلش صغير عشان المسافة قليلة، وده ايرور داخل على الكنترولر، والكنترولر بيدي كنترول اكشن، وهكذا. فده الاوتوماتيك كنترول سيستم الطبيعي يعني. ممكن تلاقي هنا كمان في حتى الفيدباك في ترانسفير فانكشن مثلا هنسميها اتش اوف اس، ده كلوز لوب سيستم، ما اقدرش اخد الترانسفير فانكشن جي اوف اس لوحدها، هيبقى انا كده خدت البلانت لوحده. اوكي، انا عايز اخد السيستم كله على بعضه، اللي هو داخل له انبوت عباره عن سيت بوينت واوتبوت عباره عن السيجنال اللي بعمل لها ميجرمنت، فهستعمل بلوك ريدكشن في اني احول السيستم ده حاجة open loop transfer function، ولكن هي مثلا ايه نسميها whatever بقى، جي اوف اس جديد مثلا يعني. اوكي، نخليها input وطلع منها output. اذا فدايما في الاناليسيس بتاعتي انا بعتمد ان السيستم اللي انا بدرسه لازم يكون في فورمات open loop transfer function. اوكي، سواء هو plant نفسه او close loop system انا حولته ل open loop transfer function. في المسائل عادة بيديك الاوبن لوب ترانسفير فانكشن صحيح، يعني بيقول لك الاوبن لوب ترانسفير فانكشن اوف سيستم از كذا، هتاخدها زي ما هي تشتغل عليها. بس حبيت اوضح النقطة دي. طيب لو جينا نتعامل مع الانتجريتور، اوكي، هنطبق رولز بتاعتنا اللي هو الالها بودي اللي هو جي، هنخليها جي اوميجا واحد على اس، هتبقى واحد على جي اوميجا. واحنا عارفين ان من خصائص الجي بتاعت الكومبلكس نمبر ان هي ممكن تطلع لفوق بس مضروبه في نيجاتيف، فتبقى نيجاتيف جي على اوميجا. طيب لو انا جاي انالايز السيستم ده عايز اطلع الجين بتاعه، فالجين اللي هو النورم بتاع الجي المفروض بيتكتب كده بقى، هيساوي كام؟ روت الريل سكوير زائد الايماجين سكوير. الريل هنا بزيرو، يبقى فاضل لي الايماجيني بس، هيطلع روت واحد على اوميجا سكوير، اللي هو في الاخر هيطلع واحد على اوميجا. طيب الفيز هتساوي كام؟ الفيز تام ماينس 1، الايماجيني على الريل يبقى تام ماينس 1
الإيماجين يساوي نيجاتيف واحد على أوميجا، والريل يساوي زيرو، يعني نيجاتيف واحد على أوميجا على زيرو. طبعا الكلام ده هيدي كام؟ هيدي نيجاتيف انفينيتي. ليه نيجاتيف انفينيتي؟ الحاجة مقسومة على زيرو بتدي انفينيتي، لما الحاجة دي تكون نيجاتيف يبقى نيجاتيف انفينيتي، يبقى دي تان ماينس 1 نيجاتيف انفينيتي. ولو رسمنا الجراف بتاع التان كده نلاقي ان التان فانكشن عاملة كده، طالعة البوزيتيف انفينيتي ورايحة النيجاتيف انفينيتي. رايحة النيجاتيف انفينيتي امتى؟ لما الانجل تبقى نيجاتيف 90، وطالعة البوزيتيف انفينيتي امتى؟ لما الانجل تبقى 90. خلي بالكم من موضوع نيجاتيف انفينيتي وبوزيتيف انفينيتي ونيجاتيف 90 و90، الساينز مهمة، فخلي بالكم وانتوا بتحلوا. فهنا ما دام الموضوع يساوي نيجاتيف انفينيتي يبقى تان ماينس 1 نيجاتيف انفينيتي هيساوي نيجاتيف 90. تمام. فنيجي نرسم بودي بلوت. في حالة الماجنتيود المنظر هيطلع كالآتي، هيطلع حاجة عاملة كده اللي هو 20، لا سوري مش هيطلع كده، أنا آسف، هيطلع طيب الشكل اللي قدامي ده انا ايه اللي يهمني فيه؟ لو نكتب اوميجا 20 لوج الامبليتيود اللي هو جي، اوكي، لما نيجي نعوض تمام بجي واحد على اوميجا، خلي 20 لوج واحد على اوميجا، هاتي نعوض مثلا بفاليوز مثلا زي مثلا 20 لوج واحد على 0.1 مثلا، سيجنال هبتدي بيها لأن هي مثلا 20 مثلا، يعني عند 0.1 تعويض مباشر، عوضت 20 لوج 1 على 0.1 الكلام ده هيدي 20. فلنقل مثلا الانترسكشن بتاعها، ممكن نقرب الخط شوية مثلا، هنا الرقم ده 20. طيب لما اتحركت الواحد تمام، 20 لوج واحد يدي كام؟ زيرو. 10 هيدي كام؟ هتعوض ب10، هتلاقي الفاليو اللي هتطلع بنيجاتيف 20. ايه اللي انا لاحظته؟ ان انا كل ما اتحرك ديكت الديسيبل فاليو بتنقص 20، 20 زيرو نيجاتيف 20. إذا فأقدر أقول إن السلوب بتاع الخط ده يساوي كام؟ أقدر أقول إن هو نيجاتيف 20 ديسيبل بير ديكيد. أوكي. طيب الانترسكشن بتاعه مع الأوميجا أكسس يساوي كام؟ الانترسكشن بتاعه مع الأوميجا أكسس يعني أنت عايز 20 لوج جي يساوي زيرو. 20 لوج جي يساوي زيرو إمتى؟ لما جي يساوي واحد. أوكي. ده فعلا حقيقي، يعني هنا المفروض هي يعني المفروض الزيرو دي كانت يعني تنزل لتحت، يعني هو اكشوال الاوميجا اكسس المفروض يبقى معدي كده. اوكي، بس انا عشان رسمه نوت تو سكيل يعني، وانا بس بريزنت حاجه يعني، اوكي، فانا اعتبر كاني شفت الاوميجا تحت شويه بس علشان التوضيح، لكن هي المفروض الاوميجا تبقى عند الليفل بتاع الزيرو كده. اوكي، فاذا الانترسكشن مع الاوميجا هيساوي واحد، المفروض يعني الواحد دي المفروض تبقى هنا يعني، عشان تبقى اكيوريت يعني نوضحها أكتر. خلينا نقول هنا الانترسكشن مع الأوميجا أكسس هنا أو واحد. أوكي، حلو. فده كده مثلا انتجريتور، ونشوف الفيز. الفيز قلنا إن هي كونستانت، هتبقى عند نيجاتيف 90، فالكلام ده هيساوي نيجاتيف 90. وادي الفاي وادي الاوميجا. حلو، تمام. الجزء ده مفيش حاجة تانية.
تمام. هو الانتجريتور ده ممكن يبقى زي ايه؟ مثلا في سيركت من السيركتس اسمها انتجريتور، بتعمل ايه؟ بتعمل انتجريشن للانبوت. اوكي، في بعض الاليمنتس اللي بتعمل انتجريشن برضه، يعني هتلاقي مثلا الاندكتور مثلا بيعمل انتجريشن للفولتج، لما ياخد كارنت مثلا، سوري، الفولتج يساوي انتجريشن، لا سوري، الكاباستور هو الفولتج يساوي انتجريشن الكارنت. تمام، يعني كل ما عدي كارنت، وليكن مثلا الكارنت هو الانبوت سيجنال، الاوتبوت هو الفولتج، الفولتج بيبقى انتجريشن الكارنت. اوكي، لان الكاباستور العلاقه بتاعته ايه؟ الاي تساوي سي في الدريفيتيف الفولتج على التايم. اوكي، فتعكس هتلاقي ان الفولتج هيساوي انتجريشن الكارنت يعني. فده مثلا element integrator. اوكي، فهتلاقي ان في فيز شيفت مثلا في الكاباستور نيجاتيف 90 فعلا لما تدخل عليه ساين ويف، او لما تدخل عليه اي سي سيجنال بقى في الكلام اللي احنا خدناه في الكهرباء زمان. وهتلاقي ان الامبليتيود ديبندنت على الفريكونسي، يعني هتلاقي لما الفريكونسي تبقى عاليه جدا، يعني الجين تقريبا بيبقى هو او سوري، لما يعني الجين بيبقى هو عند فريكونسي معينة، بعد كده بتعدي الفريكونسي دي بيبتدي الجين يقل. فيعني هتلاقي examples عليها physical systems يعني كتير يعني. ممكن نتكلم مثلا على حاجة عبارة عن تجميعة للتو functions اللي أنا قلتهم قبل كده، وهنعرف ليه أنا منقي التو functions دول بالذات، عشان أوري concept معين كودي عمله، وري ليه موضوع اللوج سكيل والديسيبل فاليو ده مهم جدا. افرض ان انا عايز اقول كي على اس، دي جي اوف اس بتاعتي. تمام، فالجي اوف اس عبارة عن ايه؟ كي مضروبة واحد على اس. فلما اجي اعمل جي جي اوميجا، تساوي كي على جي اوميجا. لو جيت اعمل الامبليتيود مثلا، الامبليتيود هيساوي كام؟ الامبليتيود هنا اللي هي الجي نون هيساوي كي على اوميجا، الفاي هتساوي كام؟ الفاي هتساوي زي ما قلنا قبل كده، الجهة اتشفت لفوق، يبقى هتساوي برضه نيجاتيف 90، يعني الفيس شيفت هو هو. طيب لو جيت ارسم البودي بلوت دايجرام، 20 لوج الكلام ده هيساوي كام؟ هتلاقي ان هي function قلبت ان هي هتعمل نفس المنظر تقريبا بتاع المرة اللي فاتت. اوكي، بس الانترسكشن هيكون فين؟ الانترسكشن لازم يحصل عند جي تساوي واحد. الجي هتساوي واحد امتى؟ لو الاوميجا تساوي الكي. حلو جدا، يبقى اقدر اقول ان الجراف ده كأنه هو الجراف اللي فات، بس بدل ما كان بيعمل انترسكشن عند واحد هيعمل انترسكشن عند كي. معنى الكلام ده ايه؟ ان الجراف اتشفت يا فوق يا تحت، يا تحت ال1 يا فوق ال1، بحيث ان هو ايه؟ يخبط عند كي، سواء الكي دي قبل الواحد ولا بعد الواحد على حسب. طب ما ده هو هو نفس الكلام اللي فات، كأني جبت الكي، مش انا عملت قبل كده فانكشن الكي، عملت فانكشن واحد على اس لوحدهم. تمام، طب ما الكي طلعت كده، كي طلعت 20 لوج كي الكونستانت، ودي طلعت كده straight line عامل intersection عند واحد. لو جمعت الاثنين دول على بعض، الجرافين دول على بعض، هيطلع لي نفس النتيجة دي بالظبط. إذا في حوار اللوج ده فاتني في إيه؟ إن الترانسفير فانكشنز اللي مضروبة في بعض، لو جبت كل ترانسفير فانكشن فيها وجبت البودي بلوت بتاعها لوحده
وجمعت البودي بلوتس على بعض هتطلع نفس النتيجه. اذا عمليات الضرب فعلا اتحولت لجمع. فلما لو عندنا لو انا عندي ترانسفير فانكشن اعقد من دي بكتير، اقدر اشوف هي عباره عن ترانسفير فانكشنز منفصله مطلوبين في بعض، فاجيب الترانسفير فانكشن بتاعت كل فانكشن منفصله لوحدهم، وبعد ما اخلص اروح اجمع الجرافات على بعض. فدي ميزه الكلام بتاع الديسيبل فاليو والكلام ده. بالنسبه للفاي، الفاي ملهاش قانون قوي. هو الفاي انت بتعمل الطريقه بتاعت الكومبلكس نمبر وتجيب الفاي هتساوي كام. لو ثلاث فانكشن في الاوميجا بتعوض بكام بوينت او تعوض بكام اوميجا، وانت حر اختار مثلا حاجه كده باي ديفولت، يعني اختار من 0.1 لمثلا 10000. 0.1 1 10 100 1000 10000 بتاع 6 نقط كده تعوض فيهم وتروح موصلهم ببعض. يبقى انت كده رسمت الفيز دايجرام اوكي بكل بساطه. فدي الفكره بتاعه البودي بلوت، وهتلاقي عليها مسائل في الشيت يعني، هتلاقيها مشروحة في المحاضرة برضو وعليها examples. فملخص الليلة دي ايه؟ ان انا لما اجي ارسم البودي بلوت بعمل ايه؟ مثلا تعالوا يعني نقول example كده، مثلا جي اوف اس مثلا تساوي طيب لو جينا مثلا اكزامبل كده سريع على البودي بلوت، حاجه بسيطه، لو عندي اوبن لوب ترانسفير فانكشن تساوي الاتي مثلا وليكن 10 مثلا على اس مضروبه في اس زائد 1 اوكي. فدي فانكشن نوعا ما كومبلكس، يعني حاجات كتير مضروبه في بعضها. فانا اعمله الاتي، اول حاجه هشوف افصص الفانكشن دي كده لما اجي ارسم البودي بلوت لكام حاجه مضروبه في بعض. فهي عباره عن جي اوف اس عباره عن 10 مضروبه في 1 على اس مضروبه في 1 على اس زائد 1 اوكي. فده كونستانت، ده انتجريتور، ده فيرست اوردر سيستم. تعالى نديل مع كل واحد لوحده اوكي. العشرة لما اجي ارسمها اتفقنا ان هي بيبقى شكلها عامل كده، 20 log 10، 20 log 10 وليكن هنا مثلا ادي 20 log 10 اول حاجه دايما بدور عليها يا انتجريتور يا كونستانت لوحده، يعني انا هنا ابتديت بالكونستانت لوحده يعني. تمام 20 لوج 10 ودي طبعا هنا 20 لوج جي تمام. ده اول حاجه. طيب بالنسبه لواحد على اس اللي هو الانتجريتور، واحد على اس او الانتجريتور اتفقنا ان بيبقى شكله عامل كده، حاجة بهذا المنظر تمام، وبينترسكت الكيرف هنا عند 1، ادي اوميجا وادي 20 log g. طيب اخر حاجة اللي هو الفيرست اوردر سيستم، ده ما اتكلمناش عليه قبل كده، بس الفيرست اوردر سيستم لو مشينا عليه بالقواعد اللي قلنا عليها قبل كده، حولناه للكومبلكس دومين، ومن الكومبلكس دومين جبنا الماجنتيود وجبنا الفيز وهذا الكلام، هتلاقي ان منظره طالع عامل كده، 20 لوج جي اوميجا. هتلاقيه ماشي كونستانت 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 لحد نقطه معينه اللي هي 1 على تاو. الفيرست اوردر سيستم ليه تايم كونستانت اسمه تاو اوكي. التاو هنا بكام؟ التاو هنا بواحد اوكي، واحد على تاو اس زائد واحد. الكوفيشنت هنا كام؟ واحد. واحد على واحد بواحد. فاذا عند واحد على واحد ايه اللي هيحصل؟ فجأة هتنكسر
وتروح نازل ب 20 او نيجاتيف 20 دي بي بير ديكيد. والكلام ده لو حد عايز يتاكد منه يعوض زي ما عملنا في الاكزامبلز اللي قبل كده ويطلعها، بس احنا علشان اختصارا للوقت بس بقول لك ده الشكل اللي هيطلع ان ادفانس يعني. اوكي، فهنا الواحد على تاو دي بنسميها الكورنر فريكونسي، كورنر فريكونسي. طيب اكشولي يعني هي انجل سبيد، بس يعني نقول عليها ساعات كورنر فريكونسي يعني. اوكي، ايه اللي هيحصل بعد كده؟ اللي هيحصل ان انا هجمع الكيرفات دي كلها على بعض، اتفقنا في اللوج بنجمع. فتعالى كده، انا شايف ان النقطه الوحيده اللي بيحصل عندها حاجه غريبه، هتشوف النقط اللي بيحصل عندها انترسكشن وتبتدي تقسم الجراف عندها. فكم نقطه حصل عندها انترسكشن في الاوميجا؟ هنا مفيش انترسكشن، هنا في انترسكشن عند واحد، وهنا في برضو انترسكشن عند واحد. كيف عند واحد هنا بيحصل حاجه غريبه؟ طيب هرسم كده زي ايه، خط كده داش، خط داش، تمام. هنشوف ايه اللي بيحصل قبله وايه اللي بيحصل بعده. قبله ايه اللي عندي؟ انا عندي هنا كونستنت، اوكي، وهنا عندي نيجاتيف 20 دي بي بير ديكيد، اوكي. فالاثنين يتجمعوا على بعض، هنا السلوب بزيرو وهنا السلوب نيجاتيف 20، فيبقى كله على بعضه نيجاتيف 20 لحد الاسمتوت ده او لحد الداش لاين ده. هنا نيجاتيف 20 بير ديكيد الجزء ده كله. ايه اللي حصل بعد الواحد؟ بعد الواحد عندي زيرو، نيجاتيف 20 دي بي، ونيجاتيف 20 دي بي كمان، يبقى الانكسار هيزيد. هتلاقي ان انت عندك هنا بقى نيجاتيف 40 في الحته دي، فده السميشن بتاع الكيرف، نيجاتيف 20 هنا نيجاتيف 40. فالفانكشن اللي هي كانت الترانسفير فانكشن اللي هي الكبيره دي، قسمناها كذا حاجه جمعناهم على بعض طلعنا بالكيرف ده. هو ده الاستراتيجي بتاعت البودي بلوت، تمام. في جايز بس فانكشن وحيده ما اتكلمناش عنها اللي هي السكند اوردر سيستم، تمام. في حاجه كمان ممكن نتكلم عنها الاول. اوكي، احنا اتفقنا الفيرست اوردر سيستم بيبقى بالمنظر ده، ماشي، وبعد كده ينكسر اللي تحت. طيب ماذا لو هنا ما كانتش بولز، كانت زيروز، يعني الاس بلس 1 دي كانت فوق، كان ايه اللي هيحصل؟ كنت هتعمل نفس كل حاجه بالظبط، بس بدل ما انت نازل هتبقى طالع، يعني بدل دي ما تبقى نازله كده، لا هتروح طالع كده وتمسح. فهنا كنت هتبقى نيجاتيف 20، هنا كنت هتلاقي نيجاتيف 20 زائد 20، بتطلع ب 20 دي بي بير سكند بير ديكيد، يعني هنا بوزيتيف وهنا نيجاتيف، فكنت هتلاقي دي قلبت زيرو، لان انت رجعت بقيت عامل كده. اوكي، فالحته دي مهمه. نفس الكلام بالنسبه للانتجريتور، لو الانتجريتور قلب ديفرنشيتور، الديفرنشيتور بيبقى فوق، يعني بدل ما هي مثلا 10 على اس بقت 10 اس. بدل ما انت رسمت خط نازل من نيجاتيف 20 دي بي بير ديكيد هتمسحه وتطلع بخط بوزيتيف 20 دي بي بير ديكيد، وحتى بينترسكت في نفس البوينت، بينترسكت في واحد، وهنا برضه هينترسكت في واحد على تاني، هما شبه بعض بالظبط، بس واحد بيطلع والتاني نازل، لو فوق لو في النيميريتور بيطلع، لو في الدينومينيتور بينزل. اوكي، فانكشن اخيره اللي هي السكند اوردر سيستم، لما يبقى عندك سيستم بالمنظر ده S squared plus constant مثلا وليكن B مثلا مضروب في S plus constant مثلا C لوحده كده، تمام. احنا عارفين الفورمات بتاعت second order system الستاندرد بتبقى S squared plus 2 omega n zeta S بلس اوميجا ان سكويرد. اوكي، دي الفورمات بتاعت السكند اوردر سيستم، فنقدر نقول ان السي دي تساوي اوميجا ان سكويرد. يبقى الاوميجا ان تساوي روت سي. لو السكند اوردر سيستم ده في النيومري في الدينومينيتور، سوري،
أو في الدينومينيتور. يعني مثلا نقول إيه دي مثلا سي يعني واحد على second order system اللي هو S squared plus BS مثلا plus C، وليكن هذا المنظر. نمسح بقى الحاجات دي. هيبقى شكله عامل ازاي؟ هو شكله بيبقى شبه السكند اوردر سيستم، سوري الفيرست اوردر سيستم بشكل كبير. هتلاقي ان احنا برضو ماشيين بنفس الطريقه بالظبط، افضل ماشي 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 كونستنت وفجاه انكسر لتحت. بس في اختلافين، اولا البوينت اللي بنكسر عندها مش واحد على تاو، البوينت اللي بنكسر عندها هي روت سي اللي هي الاوميجا ان، يعني الناتشرال فريكونسي هي الفريكونسي اللي انا بنكسر عندها. تمام. تاني حاجة ما بنزلش ب20، بنزل بنيجاتيف 40. نيجاتيف 40 دي بي بير ديكت، فدي الفروق الوحيدة. طيب لو كان السكند اوردر سيستم في النيوميريتور مش في الدينومينيتور كان ايه اللي هيحصل؟ لو في النيوميريتور برضه بالفقاقة كده يعني هتلاقي ان بدل ما انا نازل هبقى طالع، كنت هتلاقيه طالع كده بوزيتيف 40 دي بي بير ديكيد. طيب كده قفلنا موضوع ال البودي بلوت كماجنتيود. بالنسبة للفيز بقى، الفيز هي طريقة ستاندرد واحدة لكل السيستمز، ما في يعني ما بنحفظش حاجة لكل سيستم لوحده. يعني هتعمل ايه مثلا، وليكن السيستم اللي قدامنا ده هتعمل جي جي اوميجا، تساوي مثلا واحد على جي اوميجا مثلا سكويرت بلس بي جي اوميجا، نفس الطريقة اللي استعملناها في اول حاجة، طريقة ما بتتغيرش خالص لأي سيستم بلس سي. هتبتدي تنظف الدنيا شوية، هتقول إن هي واحد على جي سكوير، ده هتبقى نيجاتيف واحد نيجاتيف أوميجا سكوير بلس سي بلس، مثلا ناخد الحتة دي لوحدها بي أوميجا جي، ده الكومبلكس نمبر بتاعي. تمام. ممكن تضرب في الكونجكت وتنظف، دي حاجة ممكن تعملها. في واحد تاني يقول لك يعني هجيب الفيز بطريقة أسهل شوية، الفيز بتساوي تام ماينس تام ماينس 1 النيوميريتور على تام ماينس 1 الدينومينيتور على طول عشان ما توجعش دماغك. فتام ماينس 1 النيوميريتور الإيماجينري بتاع النيوميريتور كام؟ زيرو، والريل بتاع النيوميريتور كام؟ واحد، فتبقى زيرو على واحد ماينس تام ماينس 1 الدينومينيتور الإيماجيني بتاع الدينومينيتور كام؟ بي أوميجا أو بي بي أوميجا، والريل بكام؟ نيجاتيف أوميجا سكويرد بلس سي. أوكي بكل بساطة كده، فتام ماينس 1 0 هيساوي 0، يبقى دي على طول هتساوي نيجاتيف تام ماينس 1 بي اوميجا على نيجاتيف اوميجا سكوير بلس سي. طبعا البي كونستانت والسي كونستانت. طيب ارسم الفيس بلوت ازاي؟ بكل بساطه بكل بساطه شديده هتعوض بكام بوينت وتوصلهم ببعض، كانك بترسم جراف، كانك واحد مديك فانكشن وبتعوض فيها بوينتس. فادي الاوميجا وليكن مثلا عوض مره ب 0.1، يعني عادة ما تبقى الـ 0.1 أصغر حاجة بنكونسيدرها، لأن أنت عمرك ما توصل لزيرو على فكرة في الأوميجا، لأن أنت ماشي باللوج سكيل. هات لي حاجة في اللوج سكيل معناها إن الأوميجا هتطلع بزيرو، هات لي 10 باور رقم يطلع بزيرو، مستحيل.
انت غصب عنك هتاخد فريكونسي قليله يعني تبتدي منها، يعني عاده بنبتدي ب 0.1 يعني. مثلا خد لي كمان واحد و10 100 وهكذا، مثلا اكمل لحد بتاع مثلا 10,000، شوف انا جمعت كام نقطه، وعوض بكل اوميجا من دول في الاكسبريشن ده واشوف هيطلع بكام. عوض هنا في الاكسبريشن ده فهتطلع بوينت هنا مثلا، بوينت هنا، بوينت هنا. طبعا الرسم ده نوت تو سكيل طبعا واي كلام، انا بس بوضح الفكره. وتروح بعد ما حطيت النقط دي وصل ببعض، ادي اهو توصيله، توصيله اهو، وهكذا. طبعا الفيس طبعا اسهل من البودي بكتير يعني. فده ملخص ايه البودي بلوت. فكده بودي وصل لايه؟ وصل ان هو بيرسم العلاقه ما بين الاوتبوت والانبوت كامبليتيود وكفيز لكل رينج اوف فريكونسيز، لانفينيت رينج اوف فريكونسيز. مجرد اضرب بعيني في الكيرف تقول لي الانبوت فريكونسي كام؟ انبوت فريكونسي بكذا؟ اه هشوف في الكيرف الانبوت فريكونسي بكذا، يبقى الاوميجا بكذا. شوف كده الواي اكسس هيبقى بكام، اللي هو بيبقى الماجنتيود او ال اه يعني 20 لوج الماجنتيود في حاله البودي بلوت بتاع الماجنتيود، والفيز على طول في حاله الفيز. واروح معوض خلاص انا عرفت الفيز بتاعت الاوتبوت هتطلع كام جيفن الانبوت فريكونسي كذا، والماجنتيود بتاع الاوتبوت هيطلع كام جيفن الانبوت فريكونسي كذا. فدي تول قويه جدا خلتني احسب اي حاجه على طول في ثانيه، اي فريكونسي داخل. حاجه تانية اسمها البولار بلوت. والبولار بلوت ده اكشولي يعني اي حد درس كومبلكس هيفهم هو ايه على طول يعني. بولار بلوت يعني ايه؟ يعني برسم الكومبلكس نمبر بتاعي في الكومبلكس دومين. الكومبلكس دومين اللي هو بيبقى فيه ريل وايماجينري. فاتفقنا ان انت عندك الكومبلكس نمبر ممكن تريبريزنته عن طريق حاجتين، يا الطريقه اللي هي المعتاده اللي هو تقول مثلا ريل زائد ايماجينري مضروب في جي، يعني انت تنقي ماجنتيود مثلا وليكن ار وثيتا. اوكي نفس الكلام يعني. طبعا لما تيجي تعمل تحليل للار دي فتبقى ار كوساين ثيتا في الريل، ومثلا ار ساين ثيتا في الايماجيني، فيبقى ار كوساين ثيتا زائد ار ساين ثيتا جي. اوكي فالبولر بلوت من الاخر معناه ان انت تحول الصيغه بتاعت الجهات دي للصيغه بتاعت ار وثيتا. اوكي طيب ده كلام عبيط يعني. الجديد الجديد ان انت عندك الكومبلكس نمبر بتاعك فاريبل مش كونستنت. لما يبقى الرقم كونستنت هو بننقي ار واحده وثيتا واحده، بس لما يبقى عندك فاريبل يبقى انت محتاج تنقي من اوميجا تساوي زيرو لحد اوميجا، يعني اوميجا تساوي زيرو لحد اوميجا انفينيتي. فواحد يقول لك ما انا اعوض بكل رقم، طيب يعني ربنا معاك بقى، من زيرو لانفينيتي اعوض بقى. او ممكن حد يطلع لك بطريقه سهله اللي هو نرسم الليله من زيرو لانفينيتي على طول في خطوات محدوده. طيب هتعمل ايه في البولر بلوت؟ تعالى نقي فانكشن عبيطه كده نتسلى عليها، وليكن مثلا ان الجي اوف اس تساوي مثلا حاجه فيرست اوردر سيستم مثلا، واحد على اس زائد واحد مثلا. فهنعمل ايه؟ عايز اريبريزنت كومبلكس نمبر، فاروح للكومبلكس دومين، فيبقى جي جي اوميجا هيساوي واحد على جي اوميجا زائد واحد. اوكي ده الكومبلكس نمبر بتاعي. الكومبلكس نمبر فاريبل ليه فاريبل؟ لان اوميجا هنا نفسها فاريبل، انا لسه ما عوضتش باوميجا قيمه، ما اعرفش الفريكونسي بكام، فاريبل. فهضرب في الكونجيجيت علشان ننضف بس الرقم، اخليه مثلا جي اوميجا ماينس واحد وجي اوميجا ماينس واحد. الكلام ده هيدي الكومبلكس نمبر بصيغه نضيفه شويه، اللي هو جي أوميجا ماينس واحد على كام؟ جي أوميجا في جي أوميجا الكلام ده يدي نيجاتيف أوميجا سكوارد، نيجاتيف واحد في واحد، نيجاتيف واحد. ممكن أظبطها شوية عشان محدش بيحب النيجاتيف ده، خليها أوميجا سكوارد زائد واحد تحت،
وفوق اخليها 1 ماينس جي اوميجا. الريل بكام والايماجينري بكام؟ الريل واضح ان هو جدا 1 على اوميجا سكوير زائد 1، والايماجينري يساوي كام؟ يساوي نيجاتيف اوميجا على اوميجا سكوير زائد 1. تلت المسألة اتحل كده، بجيب الريل والإيماجيني. طيب عايز ايه بعد كده؟ عايز اجيب اكسبريشن للماجنتيود، وليكن مثلا اسميه في مثلا، اوكي؟ واحد تاني مثلا يسميه، ما احنا سميناه المرة اللي فاتت مثلا جي نورم مثلا، براحتك سميه زي ما تسميه، اوكي؟ طيب الجي اتفقنا ان هي بتساوي كام؟ ريل سكويرد زائد imaginary squared، وتعوض. لكن مثلا عوضنا هنا هتطلع بكام؟ لو عوضنا دايركت كده هتطلع ب 1 squared زائد omega squared تحت الروت على اوميجا سكوير زائد 1. الكلام ده يدي 1 على روت اوميجا سكوير زائد 1. طبعا الكلام ده حسب كروكي، فورا ده اكون غلطان يعني، ممكن نراجع عليها. ده سكوير زائد ده سكوير، ده هيطلع من اوميجا سكوير 1 زائد اوميجا سكوير وتدي روت. ماشي، اعتقد انها تمام يعني. الفيز تساوي كام؟ الفيز هتساوي تام ماينس 1 imaginary على الريل. تام ماينس 1 imaginary على الريل هيديك تام ماينس 1 الimaginary اللي هو هيطلع في الآخر، يعني الليلة دي كلها هتطلع على نيجاتيف أوميجا. أوكي، طب أنت كده جبت expressions لل magnitude وللفيز. ده تلت المسألة التاني. عايز ايه بقى في التلت التالت المطلوب؟ قال لك انا عايز ارسم. لو انت عايز ترسم، هترسم ازاي؟ هتعوض من زيرو للانفينيتي. ربنا معاك في الامتحان. لازم ننقي بوينتس سبيشال، كام بوينت كده يخلصوا لي الليله. لو عرفتهم اعرف ارسم الكيرف كله على بعض. قال لك البوينتس دي هننقيها ايه؟ مره هنعوض باوميجا تساوي زيرو اللي هي البدايه بتاعتي، مرة هعوض بأوميجا تساوي انفينيتي اللي هي النهاية بتاعتي. طب وفي النص؟ في النص هتدور على الانترسكشنز اللي ما بين الكيرف اللي انت عايز ترسمه والريل اكسس، وما بين الكيرف اللي انت عايز ترسمه والايماجينري اكسس. تمام؟ الانترسكشنز دي عشان تجيبها سهلة قوي، هتساوي الريل مرة بزيرو وتساوي الايماجينري مرة بزيرو. تعال نجرب. أولا مثلا هنقول عند أوميجا تساوي زيرو، الجي هتساوي كام؟ عوض. الجي هنا هتساوي 1. طيب الفاي هتساوي كام؟ عوض. تام ماينس 1 0 هتبقى ب 0. طيب عند الاوميجا تساوي انفينيتي، الاوميجا تساوي انفينيتي هنضطر نستعمل الليميتس اللي هو ليميت از اوميجا تنس تو انفينيتي 1 على روت اوميجا سكوارد زائد 1 من كلام الرياضة بتاع اعدادي. الكلام ده هيساوي ليميت اوميجا تنس تو انفينيتي، هتاخد الاوميجا كومن فاكتور تحت وهتاخد اوميجا سكوارد كمان كومن فاكتور تحت، يبقى الكلام ده هيساوي اوميجا باور 4 كومن فاكتور مضروبه في روت 1 زائد 1 على اوميجا سكويرد. الكلام ده تعوض بيه هتلاقي ان الموضوع
هتنقلب بزيرو، الماجنتيود هيبقى بزيرو عند الأوميجا تساوي إنفينيتي. طب الفاي عند الأوميجا تساوي إنفينيتي نفس الكلام، تان ماينس 1 نيجاتيف إنفينيتي، تان ماينس 1 نيجاتيف إنفينيتي على طول وأنا مغمض بنيجاتيف 90. هنعوض فين كمان؟ هنعوض في الانترسكشن بتاع الكيرف مع الريل اكسس. يعني معناها ايه؟ معناها احط الايماجينري بزيرو. طب لو الايماجينري سويناه بزيرو، مثلا دي البوينت بتاعت الانترسكشن، انترسكشن with real، انترسكشن with real، ادي الريل اكسس والايماجينري اكسس اهو، ريل وايماجينري علشان انترسكت الريل الـ x-axis في مكان ما هنا، لازم الـ imaginary يبقى بزيرو. فأحط الـ imaginary بزيرو. الـ imaginary كان يساوي كام؟ وأنا نسيته ومسحته، مش مشكلة، حتى نسيت أصلا الـ function كنا شغالين عليه إيه. أعتقد كنا شغالين هيبقى أعتقد الـ imaginary كان negative omega على omega squared زائد 1. طيب امتى الاكسبريشن ده يساوي زيرو؟ حاجه من حاجتين، يا الاوميجا تساوي زيرو يا الاوميجا تساوي انفينيتي. يا الاوميجا تساوي زيرو، الاوميجا تساوي زيرو يبقى خلاص خلصنا، يا الدينوميتر يساوي انفينيتي يبقى يعني لو عملناها كده بالليمتس هتلاقي ان الكلام ده يساوي زيرو فعلا لو الاوميجا تساوي انفينيتي. بس الفكره ان انا اوميجا تساوي زيرو اوميجا تساوي انفينيتي اوريدي استعملتهم قبل كده، فخلاص براءه، ما يعني ما هو نفس الكلام اللي انا عملته قبل كده، فما فيش جديد. فاذا الانترسكشنز ما جابتش جديد. لما تيجي نشوف الانترسكشن مع الايماجينري اكسس بقى، انترسكشن مع الايماجينري اكسس يبقى انا محتاج اخلي الريل هو اللي بزيرو. الريل هو اللي بزيرو، ودي نغيرها نخليها ريل. والريل كان عندنا كان دي مش نيجاتيف اوميجا، دي كانت تقريبا واحد. فامتى يبقى الاكسبريشن ده بزيرو؟ لو الاوميجا تساوي انفينيتي، يبقى الدينوميتور يساوي انفينيتي، بالتالي الرقم كله هيساوي زيرو. طيب الاوميجا تساوي انفينيتي اوريدي جربناها قبل كده، فاذا الانترسكشن برضو مع الريل اكسس ما ضافش جديد، فخلاص سوري، انترسكشن مع الايماجينري اكسس ما ضافش جديد، ولا انترسكشن مع الريل اكسس دي اضاف جديد، فخلاص دي البوينتس اللي انا عايزها. هما تو بوينتس سبيشال بس هيوروني الجراف بيترسم ازاي. طيب تعالى نرسم الجراف. ادي الجراف قدامي اهو، ريل وايماجينري. تعالى نعوض بالبوينتس في السبيشال اللي طلعت لنا. اول بوينت بيقول لك ايه؟ بيقول لك ماجنتيود بواحد وانجل بزيرو، فالثيتا المفروض بزيرو اهو، يبقى الثيتا بزيرو عند الريل اكسس والانترسكشن بتاعنا هنا واحد. طيب تاني حاجة، تاني حاجة نيجاتيف 90 وزيرو، خد ثيتا بنيجاتيف 90 يعني هنمشي كده تمام. يبقى انا في مكان ما هنا، زيرو يعني الامبليتيود بتاعي بزيرو، يعني انا في البوينت دي، يبقى انا في البوينت دي والبوينت دي. اوكي، ما بين البوينت دي والبوينت دي كنت ماشي ازاي؟ هتلاقي ان الامبليتيود بتاعي عمال يصغر لحد ما وصل لزيرو، فهو اذا ايه؟ كان واحد، بعد كده بقى 0.9، بعد كده بقى 0.8، بعد وهكذا لحد ما وصل لزيرو، فعمال يدمنش يصغر. في ايه كمان؟ قال لك ان الانجل كانت زيرو وبعد كده قلبت نيجاتيف 90، يعني انا بتحرك من زيرو لنيجاتيف 90، فانا امبليتيود مثلا ايه؟ البوينت الثانيه هتلاقيها عامله كده، البوينت الثالثه هتلاقيها عامله كده، بتقصر وفي نفس الوقت الانجل بتزيد بالنيجاتيف، بتقصر والانجل بتزيد بالنيجاتيف، وهكذا لحد ما اوصل لبوينت هنا زيرو. فهتلاقي ان الكيرف بتاعي ماشي بالمنظر ده، لو مشيت وراه كده هتلاقيه بص عمال ماشي كده 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 كده، كأنها نص دايرة كده. اوكي، هتلاقي ان الطول عمال يقصر 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 لحد ما اوصل البوينت دي عند زيرو تمام، وفي نفس الوقت الانجل ايه؟ عمالة تقل، نيجاتيف 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 لحد نيجاتيف 90. يبقى انا كده رسمت الكيرف. واخر حاجة بحط بس اسهم كده علشان توضح انا ماشي منين لفين، ماشي منين؟ ماشي من اوميجا تساوي زيرو، ادي فعلا الكيس اللي عند اوميجا تساوي زيرو هنا لحد فين؟ الاوميجا تساوي انفينيتي اللي هو هنا. خلاص، يبقى ده ملخص الكولر بلوت.
percent of polar plot.